زميلتنا أمال علي رح تعرفنا على متحف في قرى العاصمة وربيعة ورفيدة بعسير، يضم أكثر من 14,000 قطعة، وفيه جناح وسوق شعبي ومكان لبيع الأكلات الشعبية، وأصبح مزار أساسي لمنطقة عسير لما يحمله من تاريخ وأصالة وتراث. خلونا نتعرف على هذا المتحف عن قرب في التقرير التالي. علي محمد الجحل العاصمي، طبعا صاحب متحف الجحل في باحة ربيعة ورفيدة، نرحب بالجميع أجمل ترحيب. هذا المتحف يضم أكثر من 14,000 قطعة، يوجد لدينا 23 جناح، كل قطعة عليها بطاقة، يقرأ الزائر البطاقة يعرف القطعة ما هي. لدينا رسامة فنانة تشكيلية فاطمة، وسوق شعبي وأكلات شعبية. هذا المتحف منظم، زارنا أكثر من 180 مدرسة، 43 مدارس تحفيظ قرآن في المملكة، 59 أمير وأميرة، 9 وزراء، 21 جامعة. الملهب أو المسقف أيام زمان، طبعا أيام زمان هذا الملهب اللي طبعا يلهبون فيه ويخبزون فيه، المرأة تخبز في المرجل أو في المحنث أو في التنور عندنا هنا. وعندنا طبعا حاجة مميزة عندنا في هذا المتحف اللي هو اللحم الجديد. هذا اللحم الجديد يقطعونه شرائح بالشكل هذا، يملحونه ويزودوا ملحه، وكانوا الأولين الله يرحمهم ما كانوا كل يوم يأكلوا اللحم زي هالحين ولا بالشهر يمكن، فكانوا يسوونه في عيد الأضحى ويكفيهم من عيد الأضحى إلى عيد الأضحى السنة اللي بعدها. معكم آمال علي أبها.